فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أوروبا يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم هناك والدعاة الذين يهجرون بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض بدون حجة ولا برهان؟ هذا لا يجوز، ما داموا أنهم دعاة وطلبة علم لا يجوز أنه يهجر بعضهم بعض. الناس ما يقبلون منهم، لا شافوهم هم أنفسهم تعادين وتقاطعين، الكفار ما يقبلون منهم. لا بد أن الإخوة يتعاونون ويتآلهون وينبهون على الأخطاء فيما بينهم، يتناصحون بينهم، نعم، ولا يظهرون الاختلاف أمام الكفار، لأن الكفار سيشمتون بهم ولا يقبلون منهم الدعوة، نعم.